اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه رزا شانل. فيديو جديد عن مسلسل انت اترك بيبي. قبل ما نبدا حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. اعملوا فولو على انستغرام ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن تسريبات الحلقه 31 وتسريبات قويه جدا، فيلا بينا نبدا. التسريب الاول، امس صوروا مشاهد في منزل سركان، وتصوير المشاهد في المنزل قعد وقت طويل جدا عقبال ما خلصوه، يعني واضح ان هيكون في مشهد مهم هيتم تصويره في بيت سركان. التسريب التاني، احد متابعات مسلسل انت اترك بيبي شافت ابطال مسلسلنا كانوا بيصوروا مشاهد في مقهى دينيس، وكانت ايدا موجودة داخل المقهى لكن معرفتش تصورها، واللي قدرت تصوره ماما انجن وبيرل، ووضحت كمان من كلامها انها لاحظت عربية اطفال داخل المقهى، وقالت مش متأكدة إذا كانت العربية الطفلة دي من الأحداث أو طفل أحد من طاقم العمل. التسريب التالت، إن في الحلقة 31 هيكون في احتفال في الشركة، وفي شخص هيلقي كلمة على الحضور، يعني في مناسبة مهمة في الشركة عشان كده كلهم متجمعين في المشهد ده، والمشهد ده برضو أخذ منهم وقت كبير، فأكيد مشهد مهم قوي. التسريب الرابع، فريق عمل مسلسل انت اترك بيبي كانوا بيصوروا مشاهد في الغابة، طب ليه راحوا الغابة؟ الله أعلم. التسريب الخامس، اليوم كانوا بيصوروا في المكان اللي هيظهر قدامكم على الشاشة ده، والمكان ده معروف باسم حديقة اسطنبول، وكل فريق عمل مسلسل انت اترك بيبي موجود هناك في المكان ده وبيصوروا مشاهد للحلقة 31، فواضح ان هيكون مشاهد قوية جدا للحلقة 31، وهيبقى فيها مشاهد تبع عيد الحب. لو انتوا فاكرين كان في مسلسل حب للإيجار صوروا في نفس الأماكن، ودفنا وعمر راحوا المكان ده ورجعوا منه وهم حبيبين، فممكن يكون نفس المشهد إن بعد ما إيدا وسركان يروحوا المكان ده يرجعوا حبيبين. التسريب السادس والأخير معانا، إن الحلقة 31 هتكون بعنوان عيد الحب، وده لأن الحلقة 31 هتتعرض في أسبوع عيد الحب، فأكيد الحلقة 31 هتضم مشاهد رومانسية جميلة جدا ما بين إيدا وسركان، وعلى الأغلب سركان هيبدأ يفتكر إيدا. وبس كده، وده الفيديو. اعملوا فولو على انستغرام، اكتبوا رايكم في الكومنتات، ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. بس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.